السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. أخبار الخير في هذه اللحظات، القنطرة ركبات وباقي الأشغال مستمرة. هذا الشيء اللي غادي نقربكم منه إن شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا. خليكم معنا باش تحتاجوا الأجواء كيفاش دايرة. بسم الله، بعد جو ممطر صباح اليوم فالحمد لله الشميشة طلعت علينا في مدينة تمارة، وغادي نشوفوا الاجواء كيفاش دايره. فالقنطره مستمره في عمليه التركيب. يا سلام، هنا جماهير تتابع عمليه تركيب القنطره. اللهم بارك، ما شاء الله، الله يسخر الامور يا ربي. شوف تبارك الله، شوف على القطه شحال زوينه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، بدات العمليه ديال تركيب القنطره. صراحه عمليه ماشي سهله والطرق احترافيه، فالعمال ديالنا اللهم بارك خدامين بالعبار. كما كتشوفوا معنا الله يسخر الامور يا ربي، اللهم يسير الله يسخر. فغنشوفوا الرافعه غادي تخدم لنا في الجهه الشماليه هذه المره. نتمنوا من الله الامور تمشي مزيان. بقاو لنا اربعه، هنا عندنا اربعه ان شاء الله غتركب القنطره وغادي ترجع على الطريق ديال شارع الليل بن عبد الله، غتخدم من جديد. الله يسخر الامور. اللهم بارك. بداية تركيب القنطرة، تركيز مستمر. اللهم بارك. هنا العمال ديالنا كيقوموا بواحد المجهودات اللي هي كبيرة، والفريق ديال الهلاوي صراحة أشغال على قدم وساق. القنطرة ديال شارع الليل بن عبد الله في اتجاه الهرورة سترى النور من جديد. الله يسخر الأمور والله يوفق يا ربي. تحياتي للعمال ديالنا صراحة اللي سهروا على هذه القنطرة. اللهم بارك، الله يسخر. فكما شفتوا معنا بعد ما تركبوا لنا أربعة الأجزاء الأولين اللي كانوا في الجهة الجنوبية، دابا غادي ندوزوا أربعة الأجزاء اللي في الجهة الشمالية. كل التوفيق لفريق العمل والله يسخر الأمور يا ربي. بلادنا كتعرف تغييرات كبيرة، وخصوصا هنا بمدينة تمارة بجنبات العاصمة الرباط، تغييرات كبيرة إن شاء الله، طرقان كبار، القضاء على جميع الامور العشوائيه، عمليه جاردناج، مساحات خضراء قادمه، ملاعب كبيره، فرص شغل بالجمله ان شاء الله، تظاهرات رياضيه كبيره جدا. فالله يسخر الامور يا ربي. فتحيه كبيره لهاد الناس هادو، تبارك الله فريق عمل مميز اللي صراحه مجهودات كبيره. وتحيه لخونا، انا جيت تحيه ليك. تحياتي، الله يسخر الامور. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، الاشغال على قدم وساق هنا من فوق القنطره، هنا من فوق شارع الحسن الثاني الطريق الوطني رقم 1. اللهم بارك، ما شاء الله، اشغال على قدم وساق، تركيز كبير هنا قبل شروع الرافعه من جديد في تركيب القنطره. فاللهم يسر يا رب، والله يسخر الامور، الله يسخر الامور. وغادي نواكبوا معكم هذه اللحظات المميزه، لحظات للتاريخ. هنا الطريق الوطني رقم 1، هنا شغف كبير عند الساكنه ديال مدينه تماره اللي كتواكب الاشغال عن كثب. فالله يسخر الامور يا ربي. فاللي كنبغيو ناكدوا عليه رساله للاخوان السائقين والاخوات السائقات، انهم يحاولوا يصبروا في هذه اليومين هذه، ريتما تفتح الطريق ان شاء الله. كل الصبر، ريتما تسالي الاشغال ان شاء الله وتكون الامور مزيان. صبروا جميع، اكيد كاين واحد الضغط كبير على الطريق، لكن صبروا الاخوان، هنا اشغال كبيره، اشغال مهمه كتعرفها هذه القنطره. اللهم يسر والله يحفظ العمال ديالنا اللي كيقوموا بواحد الخدمه اللي هي كبيره. الله يسخر الامور. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، عملية تركيب القنطرة متواصلة. نتمنوا من الله الخير والتيسير وتمشي الأمور على أكمل وجه. فالعمال ديالنا هنا الفوق والتحت ومن الجهة الأخرى كذلك باتجاه الهرهورة، فالله يعاونهم والله يسخر يا ربي إن شاء الله تدوز الأمور على ما يرام. هنا في الزاوية الأخرى الناس كتواكب الأشغال وآخر التطورات ديال القنطرة، واكيد الاشغال غادي تستمر ربما لساعات متاخره. اكيد كاين بروجيكتورات، كاين امور هنايا اللي ما غيتفكوش مع القنطره اليوم حتى تكون جاهزه ان شاء الله.
اكيد الكل كينتظر ان القنطره ترجع تخدم، لان فك واحد الاشكال كبير وكبير بزاف. الناس اللي كيبغيو يبطلوا الجزره هذه، الناس كيبطلوا الهرهوره، الطريق الساحليه. واش نقول لكم؟ الله يكمل كل شيء على خير يا ربي.